اهلا بيكي والساده المشاهدين. الذهب الايام اللي فاتت يعني في فتره صغيره فاتت ما كانش فيه اجابات منطقيه، يعني فجاه الذهب بيعلى قوي وبعدين فجاه ينزل قوي في مصر، بتكلم في مصر. النهارده زياده في سعر جرام الذهب ال 21 5 جنيه، وطبعا ال 24 قرب من 1000 جنيه. ايه بالظبط اللي بيحصل في سوق الذهب وبالنسبه للست المصريه اللي طول عمرها بالنسبه لها الذهب هو الملاذ الامن، مش بس ست البيت المصريه يعني ممكن كبار رجال الاعمال في كل حته في العالم. اقتصاديا الذهب ملاذ امن طبعا، يعني احنا نفكر ازاي ليه الذهب بيرتفع وبينزل بصرف النظر عن ما يحدث في العالم؟ لا، هو احنا لازم نكون متفقين ان سعر الذهب في مصر مرتبط ارتباط كلي وجزئي بالسعر العالمي. فالزياده عالميا بيترجم على طول لحظيا في زياده في مصر محليا. فاحنا كتجار هنا في مصر عموما ما بنتحكمش في سعر الذهب بالقدر اللي هو مؤثر، ولكن بيبقى عوامل الزياده والنقصان اللي بتحصل في البورصه العالميه بتنعكس علينا هنا. الزياده لسعر الذهب زي ما احنا عارفين هو ملاذ امن، وزي ما حضرتك اشرتي بتلجا اليه الدول والاشخاص في نفس الوقت. فده تحوط بيبقى معروف، لانه وقت الازمات الاقتصاديات بتعاني وبشكل او باخر، فبالتالي يلجأوا للذهب. طيب ده وقت مناسب ان الستات يشتروا ذهب يحوشوا فلوسهم في الذهب؟ بص، يا احنا بنقول دايما انه طالما في سيوله موجوده الافضل من ان انا اسيب النقد ان انا احوله لمخزون قيمه. وعشان كده بيتوقف المناسبه في انه مناسب او مش مناسب بحسب احتياج وظروف الاشخاص. فاللي بيبقى عنده سيول مثلا ممكن يقدر يقتني بيها ويحاول يدخر فيها او يستثمر فيها، فاحنا بننصح ان هو ياخد الذهب، يشتري الذهب. حتى لو هو ان اسعاره مرتفعه الايام دي نشتري برضه؟ الاسعار المرتفعه دي يعني بتاخد وبتدي في نفس الوقت، يعني الذهب وصل لارقام قياسيه في وقت ما تخطى ال 2000 دولار، بعديها بسنه بعديها بمده نزل ويعاود الان وصوله لل 2000 دولار مره اخرى. اصل لو انا مثلا جاي اشتري دلوقتي في ظل الزياده الاخيره بتاعه النهارده دي، ما انا هخاف هقول يعني ايه، ما هو دلوقتي سعره زايد، ما استنى لما ينزل اشتري وهو سعره اقل من كده. ما هو بصي، الاستثمار في الذهب استثمار طويل الامد. يعني هو ممكن مش امبارح وبكره وبعد اسبوع نبتدي نتحرك نبيع ونشتري. لا، احنا بنشتري بندخر فيه على مدار السنين بيزيد سعره، وده بيبقى الاستثمار الافضل. يعني حضرتك بتنصح اللي عايز يستثمر استثمار طويل انه يشتري الذهب دلوقتي، ما فيش مشكله. بكل تاكيد. اشكرك شكرا جزيلا استاذ هاني جيد، رئيس شعبه الذهب في الغرفه التجاريه.